محمد عبد أمر ليرهده وحيابها وكهل ليه وإلهي سبحانه وتعالى وكصفين يه أما وحيابها إلهي سبحانه وتعالى وكتل ماما يه وخلط كأه وفاسد كأه وبادل كأه ومدنا وقرحين يه تاسوح ويوحن أقدقينا مسلمين تان أقدقينا خاصة وحن أقدقينا ضدك لقضاء في صوماليك كهل الله وأن أقدقينا سيدوك الوحن لو ذا هاي محايا هاي ذا ديئة لكورو يا هاي مركو صفات دا النبي كهل لي عليه الصلاة والسلام والنبي مارك تيل كشي كينا يا وحو يري وحو الله يا نبي محمد وصخبوا لها بير تاس أيضا أنا وحوا يا وارين أد أفاحش هو وأد أحنوا وصخبوا النبي لها عليه الصلاة والسلام قشم بو لهانجري عيام بو نبي لهانجري صلى الله عليه وسلم ودوبيهن قدبوين كيسي محاضرات كيسي ودوبيهن تاسنا وحوا يا وحكو هادلاي يا وحيري هرتي ما أنا مغل ما أنا مغل من صب النبي صلى الله عليه وسلم فهو كافر خارج عن دائرة الملة الإسلامية دائرة دي إسلام كوقف كبحيب النغنية مركا أي ماذا إسلام كوننا وإجماع والسكوة ذرع السنية هاي لكن خلاف كوحكو كجرة هل يقبل توبته أو لا يقبل قفك النبي حقر عليه الصلاة والسلام أما النبي عاية أما النبي وحكش يا ما لا أقبل يا توبة ديسا مسلا ما أقبل يا ضد وقف يا حق النبي صوبان عليه الصلاة والسلام والنبي كت المامة يا وحيابا أن مناسب أهين لائقنا أهين النبي صوبان عليه الصلاة والسلام أما رب العزة بكسفين يا وحمارك تهدي لكورا يا إلهي أنو عنتمين وإلهي سبحانه وتعالى وكن الزهن يهي صفات دي إلهي صحن مارك تهدي لك رؤوها من سن وصحن ضدك أقول ترجمية نبي صوبا عليه الصلاة والسلام صفات خلدا كبحنا يا محايا هاي ذا دي لك رؤوها حيابه حن ومارك تهدي أنوناك سنين نبي كصفين يا عليه الصلاة والسلام ضد النوع عاصى إن علم الله أركه ومارك تهدي لك رؤوها يهي اللي يراهذا أمضي وحشيا جيان أو أمضي وانين جيان أو أمضي أنصحين جيان أو محلرين بيقمان جيان أو خطبين بمعركة جيدين جيان أو شعب الدولة بمعركة ديال الكرة يعني وحوي وح معركة أد ونبضن وياه في النبضن أيكرة تم يسوع ننكاس السجع ونن معركة أمضي خلضية أو تلبيس سماينا يا محايا هي عقائد أمضي معركة خلضية إلهي سبحانه وتعالى صفات ديسا سحن مارك وقتر جمية صفات النبي عليه الصلاة والسلام سحن وقتر جمية وحان لائق هين نبي خصفين عليه الصلاة والسلام مركا وحان أقدق يا أمدان أقدق يا مسلمين تان أقدق يا إن شاء الله تعالى وحان لا يهي دولة صوماليا كفير ستودت كالنوع عاصو كلا علم مضى أهل التشطة إلهي وحو الله يهي فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ضدك أهل الذكر ضدك صاحب الربا إن للسؤال ضدك أهل العلم إن لا نقضى